غاسي الجال ينق محدث سنم يزيد تروما الطاس نقطه ين تحرش تاع الدو يوذا يتعدى بنادم يتسمغ في نسيقاش نشوز ما دا سخص مغاتينو اقارش تتغى عمود قولاد ميمون ذينا الطاس المشاكل قولاد ميمون اي مواطن اي ثام غاثو تشمات نغني غدي تجي تنخ توز دا غاس سوق يقع المشكله نقارس التاجا غا الاعظم الجمعيه انا مروان تخل نشينا ريدي الصفط النص سين ربعاد النحوايج يكسيت خولاد ميمون دين دي زنقه دي باره دي باره وجيبو التحرش وقال الشركه الجمعيه قالت تقرحها السلام عليكم سي حميد. السلام ورحمة الله وبركاته. مزيان. جزاك الله خيرا. حميد جينا عندك اليوم باش نهضروا في بعض المواضيع اللي يعني كيهتم لها المواطن واللي كتقص ولاد ميمون من عدة جوانب. مثلا نبداو بالموضوع ديال التحرش خويا حميد. بزاف ديال الناس كيتشكاو من التحرش ديال كيقول لك ناس كيخدموا في ولاد ميمون كيتحرشوا بالنساء بالعيالات اللي كيجيو للسوق. واش انتم يعني انت كتاجر وكرئيس جمعية ديال التجار واش سبق لكم تحتوا في هذا المشكل هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا كنشكر المواقع ديالنا، كنشكركم بزاف، حياكم الله، ديما كتوصلوا الرسالة للآخر الناس كيعرفوا الحقيقة. هذا السؤال اللي درتني والله العظيم إلا كنت كنستنى السؤال، جزاك الله خيرا. بالنسبة من كنهضروا على التحرش على السوق ولاد ميمون، من كنهضروا على السوق ولاد ميمون واحد التوضيح وها السوق ولاد ميمون عنده 8 ديال البيبان. سوق ولاد ميمون هو السوق الداخل ماشي زنقة 10 ماشي المحيط السوق. بزاف ديال الناس خاصة الجالية ديالنا جزاهم الله خيرا كيبكيو بزاف بهذه النقطة. كنقول لهم ولاد ميمون هو داخل السوق عنده 8 ديال البيبان. واش ممكن نهضر بشي حاجة باش نوصل للجالية؟ كنقول لكم الجالية قاغاتني الجالية النق محدث سنم يزيد تروما الطاس نقطتين تحرش تاع الدو يوذا يتعدى بنادم يتسمغ في نسيقاش نشوز ما دا سخص سمغاتينو اقارش تتغى عمود ولاد ميمون ذينا الطاس المشاكل ولاد ميمون. ولاد ميمون ما حدا نوضحوها ولاد ميمون هو 8 طوري غاس ولاد ميمون غاس تنطور هذه الشارع غاس ثواث ذي باب الرحمه غاس ثواث غاس جراري مزيد توقع الطاس المشاكل الشين كجمعيه الحمد لله نفكها الجمعيه ومن تاسيس الجمعيه نفكها هي الجاليه غادي تسن تسندغان غعام غعام نفكا ولاد الاخوان المواطنين غادي تسلم حدا ديال يايح حدا ديال سخمي غير ولاد ميمون ديال يايح من نقا لي سيكريتي نتخدص مليون و752 فرانك كل شهر ما حدا نسخوا تيورا تيورا ما حدا اذافنا على راح نسن المواطن غادي تسن ديال الجاليه غادي تسن الحمد لله نحقق نيوض غمناويه سجد الاخوان التجار يتقن زي المال نسن خاص وغانغورا دي الجن ما حد يجي شي نقاش تخدص راه كيسن ني غنشي نتعاون التجار لاي مسؤول الحمد لله التجار قادن ثمانويه سنقطيه بصح هذه جوج نقطه وها صح صدقش النقطه يجاروا ربما رائج نهار ديال الوسط تندي ما بقاش انه ديال بعض التجار ديال السوق تحرش تحرم مثلا ما نشتني يعني نيشان واش داري تكلو غدا داخل السوق ولا ديمو نيشان اما تفجري التاجر الزميل وبنيتها يجيش التصرف موريتها. نمشي بالنسبه لكم توصل الجمعيه ويتجيبوا الخبارات. نمشي اتحمل المسؤوليه اي مواطن اي ثام غاثو تشمات نغني غادي تجي توز دغا السوق يوقع المشكله نقارس التاجا غا الاعظم الجمعيه انا مروان تخل نمشي ندير الصفط النص نمشي نبدا قنتك التوعيه خدقه نقارس الاخوان بنادم خمي غايك التجاره هذه يعذر قموم الناس هذه يعذر التجاره الناس وذين بعض الحوايج ذين يوذا انت قلنا دار التمريخ من تسرى يشن حاج ثم شن الشكايه يعني شن تغويت شن وينه نطرح نمشي كجمعيه تدخل ونسحس غا التاجر ونسحسها وراه غا المواطن يستغن السرعه. ذين بعض الحوايج ما حدا نوضحوها وزما غتعرف التمنيات بنادم وزما السيني دي بنادم مثلا قش التمنيات ذين بعض الحوايج غتعرف التمنيات بنادم ماشي نغبن بينهم بعض الحوايج ذين تسيريت خميت غياضة تيوسخ منها ما تيقجبها تيوسخ تيديار خوزما وزما استعرف التمنيات بنادم يخسر بنادم المواطن هذا شوي واعي وجد يا تسيريت يوسخ تيديار بنادم ذين الكتان ذين بعض الكتان ما تقصت ذين مثلا 3 متر تحت من زنخ 3 متر ونص ذين بنادم يقارش قصي 3 متر و20 ما تقصد 3 متر و20 خوزما تعقل غارون وزما تيزن مزيدين بنادم ذا زيرا ذين بنادم ذا قوضا ثاني تقوزما تعقل يخص بنادم هذه السن من خفاي من خفاي السيول قادين بعض الحوايج نمشي نتك تدخل النار تعقب انت الثمانيات مثلا ما حدا يصدع حنا جات ني خطام غات ما تقدر توصد غانا في الشيء كاين شي ضدي وتاجرني انا غير حق ولكن نصح سي الطرفين الاخوه
مزيد دين بعض النحوايج يكسيت خولا دميمون دين دي زنقه دي بارا دي بارا قوجب التحرش وقال الشركه الجمعيه قالت تقرحها الحمد لله قد حضر ما كاين كنوض الوقفه ينقى غثوان سيد العامل ما راه مراويه المواطن صغيو المواطن تغن السجد الرجالي انا ما يزغاتك الحمد لله نهار لمحيط السوق السلطات تشكاز المنبر السيد رئيس البلديه وش نغفوس يجي يجي الخطوه بعد نغيسخوا بعد الاقل بعد هذه الخريفه انا غيسخوا لمحيط السوق من صغير كل اخواننا نغ الجاليه نغارضس نغسوا حميد بالنسبه للوقفه النضاليه يعني ديما تصل الوقفات الاحتجاجيه العماله يعني ما المطالب تغارهم شين المطالب ما تحقق ما معنا شي الوقفه اي تغنقى اولا غثواث العماله شي لقى الوقفه ني كجمعيه كتوجر وخاصنا هذه شي محد نفغ غ الشارع ميزين شين تم زوارو تنقاري تبدا نقاريت غانغ الغيره خ الوطن نغ وذ الملك نغ مزيد دقان شين وتجبو زي زي تبايع النغ محد نفغ ولكن ارمينو فاثي ورا بلعنت خانه بلعنت خانغ المسؤولين بلعنت خانغ ورا خني شي طول المطلب الوحيد انا حنقيم اكسيد العامل بحدا نسيوذ المشاكل مباشره ملي غنغطس المشاكل نسيوذ يسيد العامل من بينهم الزنقه 10 في الاخر تو تجي من خانغ داك النيوذ تو تو سيبه تو رفوضه الحمد لله الخطوه اللي نفغ غبار توصد النتيجه لمحيط السوق الخول الحمد لله اخوا لمحيط السوق الجويه ما تغيجا طوا جيمس غي باركا من هذا وجيمس غي عذو من هذا وجيمس غي من هذا نهار غنغزل قطع عربي الحمد لله خوا غنغ باركي خوا غنغ جيتا تك داخل وتزن غنغ تسنت تقدم الحوايج ميزتو غنغ خوا في مريج صوا هنا مريج تغطي شي النتيجه الصباح الطاس يثندين النضاع تنين ايتو غنغ الوحيده يقين يسقع ذن الاقتصاد النضاع الحقيقه اثنين نهار التصنيف ثوت حميد قال انه تجاري عندي سوق الميمون عالين دي التماسي غلاد خصنا نسن واش نيشا ثاني بالثمن ني خبروا جبوك لي كاني دي ثمن زيت كري غري و تي سوق ولاد ميمون حاليا بالنسبه لسوق ولاد ميمون شمش توري غنش ثاني تا هذه سوق ولاد ميمون اللي خصها بنادم هذه السنه ايجن حاجه انا مثلا غدومين مثلا معروض انا مثلا غدومين معروض ديني ديني ربعه د الحوايج دي السنه ثلاثه ماركات ديني تمشابه انت ولكن درك حتى ديني الفرق مقرا اتفدي جن حاجه مثلا تفدي الشارع تلقى مثلا 50 درهم كاين سعر الركله شمال توصي الدغاري يمكن شي تزنز 30 درهم ثاني مثلا ولكن ديري ماركات مثلا تلقى 100 درهم غا 30 درهم بقاش نفرق 70 درهم ولكن بنادم ما هذيك المقارنه غير حاجه الدوزيام التروازيام البروميان غادي نتصنح حوجو انا حغات سيره تي سيره قد يسنت شنت ثلاثه ماركات يسنت اثنين ضاربي دا غادي يسنت اثنين تشينه اثنين تشينه قد يغرق اثنين ضاربي محد السن وقد تفدي دوريجين يك يكو عشان الناس وينات قد تفرخو دي دوريجين ماركات سقسي اتف 40 42 فكت نخرع ولكن قد اثنين قد اثنين ضاربي تمز 15 16 20 اتف وينات الشكل دي جين ولكن غير الفرق الطاس ما دي سبا ما حتاش سبا دي نجي نفرق ما يطاس ابو حميد جبت بلات تلقارو تتيني راي العام اليوناني اللي كيتفرج مهم نشكر الاخوان اللي غيخزان مارا ديال لاباجات نوم نشكر كنو كنو كالمواقع اللي دات السكر ومثابرات النغ وجن من اثنينين قارس نشين كتجار سوق ولاد ميمون سوق ولاد ميمون خميس سوق ولاد ميمون سوق ولاد ميمون قاسيدنا مولاي الحسن الله ينصرو يوز غانغ دغ السوق ما حدا تسمي جلا السوق معروف اطاس ولكن نتمنى زي المسؤولين يغانغ غني تدي هندين اتخزان شويه السوق ولاد ميمون سوق ولاد ميمون خميس سوق ولاد ميمون قال 850 حانوت قوا جيبو ذا سبعة خمسة نتحونا وجيبو الصادق نشابعة خمسة ينوذانة جغ 850 حانوت الشركة الجمعية خمين السوار خسوق ولاد ميمون قوا جيبو ذا شين السوار مني وها قال شين السوار قد تمثل 850 حانوت 850 حانوت كويت كل واحد غاس المساعد الناس الاثنين المساعدة شكي ذا سرحسن ما حدا تسلموها شي نتمنى زي سلطة يغان غي هنديت النظار اتخزان شوي غولاد ميمون وكان يحفظ سيدا بالعالمين وجزاكم الله خير